زمان يا هشام، فانا قلت اكيد هشام اتندنج طبعا دلوقتي، بس انا عارف ان انت ما خدتش السكه العاديه، ما خدتش السكه اللي هو هوبا نطيت من مصر رحت امريكا على طول، اللي كان زمانك اتندنج بقالك 5 سنين، انت قررت تعمل سكه مختلفه تماما عن معظم الجزء الاول وعملت فيها كويس. بس اللي حصل ان جيت في الوقت ده انجلترا قفلت وقالت خلاص احنا مش عايزين دكاتره تاني من الميدل ايست او من انديا وبتاع، وبداوا ياخدوا من ايه من شرق اوروبا والحاجات دي. فالموضوع ايه، انا حسيت ان قفل، فانا برضو نايب زاير في الجلاء، رحت مكلمهم خلاص يا جماعه انا مش جاي بكره، وقعدت في البيت. ده كان 2007. ومشكله المهارات التانيه اللي هي غير المذاكره وغير الميديسن، اللي هي بقى مهارات ان انت ازاي بتدور على النت، ازاي بتكتب السي في بتاعك، ازاي بتراسل الناس، ازاي الكوميونيكيشن، السوفت سكيلز عامه يعني في بالظبط. كل ايوه كل بقى السوفت سكيلز دي انا اكتشفت ان انا تقريبا كانت يعني زيرو عندي. اعتقدت ان لا حمد ده انت هرجع، حمد ديت عباره عن قطعه من امريكا ولكن في دوله عربيه. وان التريننج لان كان ساعتها ويل كورنيل والبروباجندا الجامده، فانا كان يعني كان تصوري ان انا عادي خلاص اروح اخد هناك تريننج كويس زي امريكا. أيوة. وفي نفس الوقت قريب من مصر، وفي نفس الوقت باخد مرتب كويس. أيوة. وبعدين ابقى ارجع امريكا. تمام. كفلو او كاي حاجه. تمام. فدي الغلطه رقم 2. اللي خلصوا او اللي هم في سنك كلهم خلصوا وبداوا يعملوا المرحله الثانيه في حياتهم، ولا هل ان انت بس انت اتاخرت هو ده اللي كان عامل لك مشكله؟ هاخد مرتب حقيقي. اه فبقى هاخد مرتب، مش هقعد اخد من اهلي فلوس تاني والكلام ده، وهتعيش بقى حياه الخليج وكده، ان انت ايه بقى مريح وبتاع وكده. بالظبط سيئه جدا، ما جاليش ولا انترفيو، مع ان سكوراتي كانت يعني مثلا من التوب 1% اعلى من ناس كتير في وقتها. وكان حتى ناس كتير اصلا لما اتكلموا لهم يا جماعه انا قلقان وبتاع، يقول لي انت تقلق ازاي، انت بسكوراتك ديت انت هيجي لك 20 انترفيو. احضر للجي ار اي واقدم على البي اتش دي واخش من الريسيرش، لان كان برضو من ضمن انطباعاتي ان الريسيرش ده يعني مهم جدا عشان تقدر تخش ريزيدنسي في امريكا. انا متاكد طبعا بعد البي اتش دي كل الناس هتتخانق عليا والكلام ده، برضو الكلام ده في الاخر انا هبقى اعلق عليه انه مش ما طلعش مظبوط قوي. المهم يا جماعه طب انا رايح فين؟ لكن انت رايح برمنجهام. انا عمري ما سمعت عن برمنجهام دي اصلا. فين برمنجهام دي يا جماعه؟ برمنجهام خوفوني، قالوا لي الاباما يعني، وانت مراتك محجبه وكده، فانت يعني it will not be safe for you انك تروح هناك. فطبعا انا ومراتي دول احلى 5 سنين في حياتنا. يعني يعني انت بدات تشك، فهل انت عندك القدره ان انت تكمل حاجه الاخيره، ولا انت بتزهق بدري وتروح سايب وبتخاف من الجزء دوت يعني؟ بالظبط. كل سنه في شهر 3 يبدا يجي لي الشعور ده، انا بعمل ايه؟ يعني والناس عماله تمتش وانا قاعد، طب انا يعني موضوع بقى ان انت تقدم على الجرين كارد عن طريق الريسيرش باث واي اللي هو الناشونال انترست ويفر. فدي بقى هي دي اللي ابتدت، يعني انا ابتديت احس ساعتها في الوقت ده ان البي اتش دي يعني ايه ليها لازمه، ليها اهميتها وده اللي متاح لينا. ما نقدرش نودي دي كير، انا يعني كان نو واي ان انا اقدر اودي دي كير. يعني ازاي؟ فدي عشان كده انا بقول لك برضو ان لو مثلا واحد ومراته بس هم جم امريكا في الاول فيري دوبل يعني. طب هي كانت بتشتكي من، حاسه ان في فرق كبير قوي في الكالتشر، هي بتشتكي من الامريكان او من التعامل معاهم او من حاجه زي كده، ولا هي عرفت تتعامل وتاكليمتايز على الكالتشر الجديد بتاع برمنجهام بعد ما انتوا عشتوا شويه هناك؟ لو كنا مثلا في نيويورك مثلا انا متاكد ان مراتي كانت هتسيبني، يعني انا لو كنت بالظبط. فانا عايز اقول لك ان انا اول 3 شهور انا يعني فعلا ليترالي كنت عايز امشي او يعني انط من اي حته، لان انا كان المستوى بتاعي بتاع ميديكال ستودنت سكند يير. طيب يعني انا عادي في
امريكا انت ممكن يعني تربي ولادك برضو اسلاميه وبتاع. هو انت الميزه اللي عندك ان انت عشت في الخليج قبل ما تروح امريكا. ناس على طول بتبقى جايه امريكا يقول لك يعني بعد ما اخلص هروح على الخليج، فهو بيبقى بيتكلم على حاجه لسه ما عملهاش، انت عملتها اوريدي فبتتكلم بسطله شويه. هل لما عيالي هيكبروا ان الواحد فعلا ممكن يجي يندم يقول ايه ده، ده انا ما اعرفش، بس انا ما يعني ما هنعمل معاك اللقاء ده كل كام سنه عشان نعرف الموضوع.